السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد سمو من قناة سمو بروف. ففي إطار تحدي 10 فيديوهات في اليوم إن شاء الله ستكون هذه هي الحلقة الخامسة لهذا اليوم، وسوف أقوم بنشر لكم يعني استراتيجية رائعة. فبعد أن قدمت يعني استراتيجية خاصة بالبوبكاش، وهناك من ربح من البوبكاش، وهناك بالطبع من سحب من الموقع، سحب أمواله من الموقع، وهناك من عاني من مشكل خصوصا في الآونة الأخيرة. أصبح العديد من الأشخاص يعانون من مشكل في البوبكاش بالطبع. فحلقة اليوم جئت لكم بموقع مشابه للبوبكاش وبطريقة مشابهة للبوبكاش، يعني استراتيجية يمكنك أن تقوم باستفادة منها. فقط بالنسبة للأشخاص الذين ينتقدون عندما يشاهدون أو عندما لا يتم سحب أموالهم، فأنا أقوم بشرح لك استراتيجية ستنفع معك، يعني في حال قمت بالاستفادة منها من البداية. في حال يعني انتظرت لمدة شهر أو شهرين، يمكن أن يتم إقفال الثغرة من الموقع ولن تستفيد أي شيء. لهذا حاول دائما أن تقوم بالاستفادة من الطرق الربحية من بدايتها، وليست يعني حتى يتم الموقع بإغلاق الثغرة وحتى يقوم الموقع. يعني أنا فقط أشاركك ما أربح من خلال بعض المواقع، أشاركك فقط الطرق الربحية. وأنت يعني في حال كنت تريد تطبيق هذه الطريقة، فيبقى الخيار الخاص خيارك أنت. زائد أن الاستراتيجية أو الأفكار التي أقدمها لك هي فقط أفكار يعني تبدأ أنت من تقوم بتطويرها. أنا فقط أعطيك فكرة، حاول أن تقوم بتطويرها حتى تجني ضعف ما أجني أنا شخصيا. فلا أطيل عليكم في هذه المقدمة، أترككم مع شرح هذا الفيديو. مشاهدة ممتعة. مرحبا بك مرة أخرى. وقبل أن أدخل في الشرح، أدعوك للإشتراك من خلال الضغط على أبوني أو سبسكرايب أو إشتراك على حسب اللغة التي تعتمدها على قناتك على اليوتيوب. كذلك لا تنسى أن تقوم بتفعيل الجرس لتتوصل دائما بجديد القناة. فأسفل هذا الفيديو ستجد رابط الموقع، ستقوم مباشرة بالدخول إليه، وسيحولك مباشرة إلى موقع بوب أتس. فموقع بوب أتس يعني طريقة عمله مثل موقع بوب كاش، يعني يعطيك يعني إعلانات بوب أند الربح من خلالها. فدورنا أننا سنقوم باستعمال بعض البوتات، وسنقوم باستعمال يعني مواقع جذب الترافيك حتى نقوم بالربح من خلالها. فالطريقة السابقة حول البوبكاش، هناك العديد من سحب من الموقع، وهناك العديد من ربح من الموقع، وهناك العديد كذلك من لم يسحب من الموقع ومن واجهه مشاكل في حظر الحساب، نظرا لأن الموقع أصبح في الأخير يحظر حسابات الأشخاص الذين يقومون بهذه العملية. لهذا جئت لكم بموقع بوب أتس في هذا الفيديو حتى نقوم بشرحه وحتى نقوم بمشاركته معكم. فطريقة التسجيل في الموقع سهلة جدا، كل ما عليكم أن تقوم بالضغط على ساين أب في هذا المكان، وتقوم بملء هذه البيانات. هنا اليوزر نيم أي اسم مستخدم، هنا الإيميل، هنا تعيد كتابة الإيميل، وهنا تقوم بكتابة البلد الخاص بك، وهنا تقوم باختيار يعني نوعك. يعني في حال كنت تريد أن تقوم بالحصول على إعلانات تختار هنا بيبليشر، يعني نحن هدفنا الربح من الموقع سنختار هنا بيبليشر. يعني في حال كنت تريد أن تقوم بالإعلان في الموقع اختار هنا أدفستر في هذا المكان. جيد، في هذا المكان ستقوم بكتابة الرقم السري، تعيد كتابة الرقم السري هنا تقوم بكتابة الاسم الأول الاسم الثاني، وهنا تقوم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك وتوافق على الشروط وتقوم بتخطي كود كابتشا، وحينها تقوم بالضغط على ريجستر في هذا المكان. جيد، الآن سنقوم بالدخول إلى رابط حسابي على الموقع حتى نقوم بشرح لكم من داخل حسابي الشخصي. فأول شيء ستقوم بفعله هو أنك ستقوم بالذهاب إلى الموقع وتقوم بالدخول إلى هنا إلى نيو ويب سايت في هذا المكان. يعني بعد أن تقوم بتفعيل حسابك بالطبع من الجيمايل، تقوم بالضغط على نيو ويب سايت في هذا المكان، ثم ستنبثق لك هذه الصفحة. فبعد أن تنبثق لك هذه الصفحة، ستقوم مباشرة باختيار هنا اسم الموقع الخاص بك. هنا تقوم باختيار الادرس الخاص بك او عنوان الموقع الخاص بك، تقوم بكتابته في هذا المكان. هنا تقوم بكتابة معلومات صغيرة حول موقعك. هنا في هذا الكاتيجوري يجب عليك ان تركز كثيرا على كاتيجوري، حاول ان تقوم باختيار مجال الموقع الخاص بك، لا تحاول ان تقوم باختيار مجال مخالف لانه سيتم رفض موقعك. هنا بعض الاشياء التي يجب عليك ان تقوم بتركها كما هي، وهنا ساضغط هنا على اد
ويب سايت هنا بعد الإعلانات وبعد يعني بعض أنواع الإعلانات التي تشتهر، فسأتركها كما هي. ثم ستدخل على أد ويب سايت في هذا المكان. بعد أن تقوم بالذهاب إلى أد ويب سايت في هذا المكان، ستنتظر إلى أن يتم الموافقة على موقعك. فالموافقة على موقعك ستنتظر فيها إلى 5 أو 24، بس 25 24 دقيقة أو 24 ساعة عفوا، ستقوم بانتظار 24 ساعة حتى يتم الموافقة على موقعك. حينما سيتم الموافقة على موقعك، ستذهب إلى كود جنراتور في هذا المكان، ثم ستقوم بالذهاب إلى هذا المكان واختيار هنا الكود الذي تريده. فعلى سبيل المثال، فالكود الخاص بي الذي سأحتاجه هو هذا الكود الذي سأقوم بنسخه. هنا بعض أنواع الكودات في حال كنت تريد أن تظهر الإعلانات حتى للأشخاص الذين يقومون بعمل بلوك آد في هذا المكان، حينما الأشخاص الذين يقومون بعمل بلوك آد لمتصفحاتهم أو حتى ببعض البرامج، فيمكن أن تظهر إعلاناتهم من خلال اختيار هنا أنتي آد بلوك في هذا المكان. ستقوم باختيار هنا اد بلوك في هذا المكان، تقوم باختيارها وتقوم باخذ هذا الكود. على العموم، نحن سنقوم الان بنسخ هذا السكريبت، سنقوم باخذه ونسخه وسنذهب الى البلوجر الخاص بنا. اوكي، هذه البلوجر وهذا هو الموقع الخاص بي، وانا سبق وضعته وساقوم بحذفه حتى نريك اين ستذهب. فاي اي اي تمبلت او اي قالب في البلوجر يجب عليه سيكون يتوفر فيه يعني اوكي، ساقوم بحذف هذا. يعني كما قلت لك، اي بلوك كيفما كان ستجد فيه الهيد، اوكي، ستجد فيه هذه الكلمة هيد، ستقوم بالبحث عليها وستقوم بكتابة اسفلها، ستقوم بلصق الكود. فحينما ستقوم بلصق الكود، ستضغط على انفلتريتان في هذا المكان، ثم ستنتظر الى ان يتم الحفظ يعني جميع التغييرات التي قمنا بعملها الان، وسنضغط على افيشي بلوك في هذا المكان. سأنتظر قليلا. فكما تشاهد معي الآن، يعني ها هو الموقع الخاص بي. سنقوم هنا بالضغط على مرة واحدة في هذا المكان، وسيتم ستنبثق لك هذه الصفحة وهذا الإعلان. فهذا الإعلان الآن قد حصلت على نقرة وحصلت على تفاعل في الموقع. فللحصول على هذه النقرة وحصول على السورس الخاص بهذه النقرة، ستضغط على Ctrl H، ثم ستنتظر قليلا وستجد هنا لودينج في هذا المكان. ستقوم بنسخ هذا الرابط، وبهذا الرابط ستحصل على الزيارات، ستقوم بالحصول على الزيارات، لأن هذا الرابط يعتبر النقرة الخاص بك، أي أن الشخص عندما ضغط هنا أي أنه ضغط على رابط، فذلك الرابط سيحوله يعني سيحوله إلى الإعلان، يعني أي ذلك الرابط أي مشاهدة فيه تعتبر نقرة داخل موقعك. أتمنى أن تكون هذه الفكرة قد وصلت لك. فنفس الطريقة بالنسبة لموقع بوبكاش، لكن موقع بوبكاش أصبح يحضر بعض الأشخاص الذين يقومون بهذه العملية، لكن موقع بوب آتس يعني سبق وأن ولكن بالنسبة لموقع يعني بوب آدز يعني الذي أشرحه الآن، فهو موقع كذلك يمكن أن تقوم بهذه العملية، يمكن أن تستفيد من خلالها، ويمكن كذلك أن تقوم بالربح من خلال هذا الموقع. فكذلك هنا بعض الخاصيات التي سأتركك تتعرف عليها لوحدك. يعني ليست هناك أشياء مهمة في هذا المكان، المهم هو النيو ويب سايت. فبالنسبة للويب سايت، هنا ستظهر لك المواقع التي قمت ب يعني بإضافتها، ستظهر في هذا المكان. يعني في حال تم قبول موقعك، ستجد هناك رسالة في الموقع يقول لك أنه تم قبول الموقع الخاص بك. أتمنى أن تكون هذه الحلقة، وأتمنى أن يكون هذا الفيديو قد لاقى إعجابك. في حال أعجبتك هذه الحلقة، لا تبخل علينا بالضغط على زر لايك وكذلك على زر الاشتراك في القناة. في حال كانت هذه أول زيارة لك بالقناة، كان معك خالد سمو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.